اولا ببارك للعيبه ووصولي للقائمه ال20 الاحسن في العالم، ده من وجودي في النادي الاهلي، من وجودي للعيبه اللي موجوده ديت اللي بتبذل جهدها في الملعب. ده بقى شغل جماعي مش شغل فردي. وطبعا بشكر ميشيل والجهاز الفني كله ان هم شغالين معايا، وبشكر علي وشوبير وحمزه والناس اللي معانا كلها، هم دول الحقيقه هم اللي وصلوني للمكانه ديت. وبشكر اللعيبه النهارده على الاداء الكبير النهارده اللي عملوه، الروح الكبيره اللي عملوها النهارده. وبقول لهم لسه بدري، لسه الدوري طويل، ونركز ان شاء الله، نفرح النهارده وان شاء الله نركز في اللي جاي. بقول لهم الف الف مبروك، طول ما انتوا كده مع بعض روح على قلب رجل واحد زي ما بيقولوا، هنفضل ان شاء الله نكسب على طول، ان شاء الله هنعمل حاجه كويسه للنادي. اهم حاجه الحمد لله رجعنا الجمهور، وفرحان عشان اول مره الجمهور يكون موجود بعد فتره طويله ما كانش موجود، اول مره يكون موجود في ماتش زي اهلي وزمالك، بقى لنا فتره كبيره مش موجود. اهم حاجه ده كان عندنا اللي احنا نرجعهم فرحانين، والناس اللي بتتفرج في بيوتنا اللي في بيوتها رجعوا فرحانين، والحمد لله الحمد لله على قد ما قدرنا فرحناهم. انا بقول للعيبه دي انتوا رجاله، وطول ما انتوا كده على طول مع قلب واحد بتبقوا رجاله، ان شاء الله اللي جاي يكون افضل ان شاء الله. الشناوي سابق الزمن عشان يرجع في الحقيقه في الاصابه، وكان عندك اصرار كبير جدا الحقيقه يا شناوي ان انت كنت متواجد، لان انت قيمه كبيره جدا كابتن فريق، شخصيتك مهمه جدا متواجده الفتره دي. ازاي الشناوي قدر يرجع عشان يكون متواجد في مباراه الزمالك؟ طبعا انا بشكر الجهاز الطبي كله برئاسه الدكتور احمد ابو علاء، دكتور احمد طبعا، وطبعا انا اللي تعبوا معايا جامد جدا في الفتره ديت، كنت بعمل جلستين في اليوم الصبح وبالليل، الناس بصراحه تعبت معايا، وعملت كذا بلازمه عملت مرتين. وبصراحه بشكر برضو الكابتن محمد النجار، طبعا عمل معايا واجب يعني تاهيل، ومحمود حمدي وكابتن طارق، الجهاز الطبي كله، الناس دي بصراحه يعني كانوا معايا على طول. وهم بصراحه ما بي حتى مش الشناوي بس، مع اللعيبه كلها، اللعيبه كلها بيتعاملوا معاهم كلهم زي الشناوي اكتر، كل لعيبه واحد. اهم حاجه في الفرقه، واهم حاجه يكون مين موجود. انا لو كنتش موجود النهارده كان علي كان هيأدي اكتر مني واحسن مني، او مصطفى شوبير. احنا كلنا اهم حاجه، احنا كلنا واحد نلعب مصلحه النادي، ده اهم حاجه. احنا بنشتغل في الاول وفي الاخر لمصلحه النادي، ده اهم حاجه. احنا بنشتغل وبقى بتاع ربنا، والتوفيق بتاع ربنا. يعني هو الواحد بيبقى نفسه يرجع والكلام ده كله، بس لازم تشتغل ولازم تتعب عشان تكون موجود والكلام ده كله. بصراحه الجهاز الطبي كله يعني بصراحه تعبوا معايا وبيتعبوا مع اللعيبه كلها، والحمد لله. برضو بشكر الاداره انهم وفروا اجهزه كتير كويس، اجهزه بتسرع الرجوع عشان اللعيبه ترجع اي حد اتصاب. بصراحه الاداره موفرنا كل حاجه للعيبه، واحنا ان شاء الله بنشتغل لاسعاد الجماهير واسعاد الناس طبعا. اول حاجه اهم حاجه الناس تكون فرحانه، والحمد لله. يعني انا بقالي فتره بقالي مع اعتقد 25 يوم او 20 يوم مش فاكر بصراحه، عشان انا ما عدتش، انا كنت عايز ارجع، والناس كلها بصراحه وقفت جنبي، وبشكرهم كلهم، وقول لهم الف الف مبروك اللعيبه للرجاله ديت. وبقول للجمهور اهم حاجه انتوا روحتوا مبسوطين، وان شاء الله نقدر نفرحكم الفتره الجايه.